اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا، وصباحكم مبروك. هذا الفيديو هذا بديت لكم مع الصباح اون فوا مشاو وليداتي المدرسه، قلت ندير لكم هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم مشترياتي من شيئين، الحويجات اللي خديت ليا من شيئين وشي حويجات اخرين حتى هما بغيت نبارطاجيهم معكم. الا كان كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات خليوها ليا في التعليق، لاني كنجري بزاف وما عمري فكرت انني ندير فيديو اولا نوري اولا ندير. ولاني واحد الصديقه ديالتي قالت لي علاش انا ديري بحال هاد الفيديوهات، خلي حتى البنات يستافدوا ويشوفوا، ولا عجبك الحاجه قول لي ما عجبتني، ما عجبتكش الحاجه قول لي ما عجبتنيش. وانا بصراحه غنعطيكم رايي الشخصي في هاد الشركه هادي، ماشي اول مره كناخذ منها هاد الشيئين، هادي ثالث مره. فعلا منتجاتها زوينين، غير هي ديما البنات خذوا شي حاجه تكون شويه غاليه، يعني دوك الاشياء ارخص راكونوا اكيدين راه دايرتها هي بحال الايصاريه، فيها الرخيص وفيها الغالي. الغالي راه كيكون الجوده ديالته مزيانه، والرخيص راه كيكون داكشي عادي، فهمتوني؟ المهم دابا بلا ما نطول عليكم، المهم انا هاي الكوليه حدايا حاطاها. اول حاجه غندير لكم بها وهي الصابو هذا، عجبني بزاف. ودابا جاي الشتاء وضروري كتعرفوا الشتاء وداكشي والبرد، خاص لي صابو. وعجبني هذا الموديل هذا، خرج جديد. هانتوما الشكل ديالو، وفعلا البنات غزال غزال غزال، حتى الرطيطه زويون زويون. شوفوا الديكور ديالو كيفاش داير، وحتى الكاليتي ديالته مزيانه. علاش انا كنقول لكم خذوا شي حاجه بحال لا كتقداو نفوسكم من الاثريه بحال هكاك. وبالنسبه للثمن ديالو راه غنخلي لكم التصويره هنايا ديالته، الثمن ديالو كلشي ها هو زوين. البنات كنشجعكم انكم تاخذوه، فعلا البنات صحيح السميله ديالته زوينه، الكاليتي ديالته مزيانه. هاد الديكور هذا عجبني فيه بزاف، حيت هو اللي خارج دابا. غير انا نصيحه مني البنات خذوه، الحاجه اللي نقول لكم خذوها نتوما راه كتثقوا فيا، وهذا كنقول لكم خذوه زوين بزاف بزاف. ها هو شوفوا الشكل ديالو حشاكم، ها هو هذا عجبني. مهم هذه اول حاجه. ثاني حاجه غنشارك معكم، غنشوف الشكل هنا. شوفوا انا راه تيعجبني النمر بزاف البنات، كيعجبني لبس الحوايج فيهم النمر، ما عرفتش. المهم انا طوعي البنات صحاباتي اللي قرابات مني راه عارفين هاد القضيه هادي. المهم خديت هاد الكسوه، هانتوما خديت هاد الكسوه هادي، ها هي غتلقاوها محطوطه هنايا. الثوب ديالها ما عجبنيش صراحه، الثوب ديالها ما عجبنيش، الثوب ديالها صيفي بزاف. وكنت قريت في لي كومونتير ديال البنات اللي كانوا واخدينهم، قال لك الثوب ديالها سخون زوين، ولكن انا لا، انا ما عجبنيش الثوب ديالها، واقف وما زويناش صراحه. انا قلتها هانتوما فيها هاد الجويب وداك الشيء، وكتبان في التصويره زوينه، وني الصراحه الثوب ديالها ما عجبنيش. ندوز لثالث حاجه، هاد الكتمه هادي هانتوما طويله محترمه، هاي غتلقاو الصوره ديالتها هنا. هادي الثوب ديالها زوين، هادي عجباتني، غنبان لكم من وجهي طلع لي الدم على هاديك، ولكن هادي فعلا البنات عجباتني الثوب ديالها، قطن زوين. هادي هادي عجباتني، هانتوما طويله والسروال ديالها حتى هو زوين، غير هو كنظن انها غتجيني كبيره. السروال ديالها حتى هو زوين، وملي جاني السروال كبير غندير الخياطه صديقتي تنقص ليا منه، ماشي مشكل، السروال هانت كبير. مهم وهاد السبرديله هادي ماشي ديالي، هاد السبرديله ديال جارتي، قالت لي راه كوموندي انا ديك، قلت لها اه، قالت لي وا كوموندي ليا معاك السبرديله، قلت لها لولدها. ها هي زوينه البنات، فن عجباتني انا السبرديله، ها هو غتلقاو الثمن ديالها هنا. وانما شوفوا البنات فعلا كتستاهل داك الثمن، الجوده ديالتها والكاليتي ديالتها زوينه بزاف. ها انتم شوفوا كيفاش دايره وكيفاش كتجي في اللبسه، كتجي زوينه. نخليكم التصويره، شوفوا الثمن وشوفوا اللبسه كيفاش كتجي. فعلا البنات هذه خذوها، هذه زوينه. بالنسبه للصباطه ديالتهم انا مجرباها البنات،
كنت كناخذ غير الصباطه، ما عمري خديت الحوايج، راه اول مره كناخذ الحوايج. اما من ناحيه الصباطه كنت كناخذ لولادي ليا الصبرديلات الصنادل كلشي عندهم زوين، غير هو كيف قلت لكم الثمن، يعني خذوا شي حاجه تكون شويه فوق 100 درهم، وحتى السيكان فوق 100 درهم يكونوا زويونين. وبالنسبه لهذه غزاله البنات لوليداتكم، فنه فنه فنه. هذه هنا هذه واحد الكابيتشو، هذه واحد الكابيتشو بغيت ناخذها انا على حساب الجين، هاكا هي مات البرد زوينه، حتى الثوب ديالها زوين وفيها هاد الشبيكه هذه من هنا، راه تبان لكم في الصوره كيفاش ملبوسه وطويله، ها انتما طويله. انا حيت كنلبس الطول ضروري تكون شي حاجه طويله، انا حيت كنلبس الطول ضروري خاصني شي حاجه طويله. وهذه فنه البنات بالنسبه ليا مات البرد، هاكا هي وجاكيطه وكولون، تجي زوينه في اللبسه، وحتى الثمن ديالها تستاهل انها يكون داك الثمن. غتلقاو التصويره ديالتها هنايا، فعلا البنات هذه زوينه. وضروري البنات ما نسيتش القطيط ديالي، البرد جاي دابا، عندي واحد القطيط كات، عندي واحد القطيط البنات ما نسيتوش، خديت ليها التقيشرات هادو، البرد جاي وديري ليهم دوك، ديري ليهم لتحت، شوفوا بحال الرجيلات، شتوهم بحال الرجيلات، باش ما باش ما يزلق ما والو حتى شي حاجه. والبرد جاي مساكن حتى هما، نتفكروا ما فيهم ما فيها باس. وخديت لي هاد اللبسه هادي، ها نتوما غايبان لكم مشيت هنا لابسها هاد اللبسه هادي، حتى هو طبعا ما نسيتوش، راه عايش معانا مسكين في الدار. وخديت لي هاد القبيه هادي، غتلقاو حتى هي الثمن ديالتها هنا، زوينه القبيه لبستها لي البارح، جاتو فنه هادي، غزاله البنات. بالنسبه للناس اللي عندهم، بالنسبه للناس اللي عندهم المشيشات تهلاو فيهم حتى هما ما فيها باس. انتما ها هو كات، هذا وليدي حتى هو بحال بحال وليداتي، مسكين حتى هو عايش معانا، كيف كنتهلا في وليداتي خاصني حتى هو نتهلا فيه. يلا سير حبيبي، واخا راه كنخاف منه انا شويه، ما عرفتش علاش عندي فوبيا. المهم واحد المكانه كنت خديتها لولدي زوينه، الثمن ديالها تقريبا شي 22 درهم، انا غنحطها لكم هنا المكانه، وغنحط لكم الفيديو ديال اللي درت لولدي داها معاه المدرسه، قالك والو ماما اري نديها، قلت ليه خلي ندير غير فيديو للبنات، قالك وتقول ديها ماما. ودابا ان شاء الله غنبارطاجي معكم هاد العيبه هادي، هاد العيبه الزوينه البنات، كترجع الشعر هكا بوكلي فنه، خديتها من واحد السيد في الانستغرام، غزاله البنات، جابوا لي حتى للدار فيها. ها انتما كيفاش كتجي، كتجي هذه بحال هكا، كتجي عند هاد العيبات هادو، هاد الساشي هذا، وكتجي هي بحال هكا، كتخشي الشعر هنا، كتخشي الشعر هنا. انا غنحط لكم واحد الفيديو جربت الاسيل فيها، كنحط الشعر هنا صافي، وكتوركي على هذه، كتشعلها هي الاولى، وكتحطي الشعر هنا وكتوركي على هذه، وكيدور الشعر كيدور، وكتبقى حتى كتعلمك هنا، كديتي كتسيني هنا صافي، كتحيديها كيتحيد الشعر بوكلي، زوينه انا عجبتني، جربتها في اسيل عجبتني بزاف. فيها هاد المشطه، كتجي مع هاد المشطه، وكتجي مع هاد جوج قريرسات هادو، باش كتحبسي باش كتجمع الشعر. بالنسبه لهاد لاباري هادي غزاله البنات، الا لقيتوها في الانستغرام او لقيتوها في شي واحد كيبيعها، غير خذوها زوينه بزاف بزاف، انا عجبتني وجربتها البنات وعجبتني، وشريتها انا فلوسي، راه قلت لكم خديتها من الانستغرام، واحد السيت كنت كنطلع هكا في الانستغرام وهي تبان ليا، وكانت عاجباني عند واحد الاخت في اليوتيوب، كنت كنتفرج فيها وكانت عاجباني عندها، وفعلا خديتها البنات زوينه زوينه. انا نخليكم واحد المقطع ديال الفيديو ديالها هنا على اسيل، غزاله البنات، غير خذوها، الثمن ديالها خديتها ب 400 درهم، زوينه وكتستاهل داك الثمن، راه ما كندير لا اشهار لا والو، انا البنات راه ما كندير لا اشهار لا والو، راه شريتها بفلوسي. المهم ودابا ان شاء الله بالنسبه للبنات اللي كيسكنوا في سلا، انا كنهضر على سلا، وبغاو يدوزو هكا الكوموند لشيئين وما عندهمش لاكارت، شوبينج، وما كتشعف حتى شي واحد، مرحبا بكم عندي في الانستغرام، ملي نبغي ندوز لاكوموند ديالي الا خاصتكم شي حاجه ندوزها لكم معايا، ما كاين حتى شي مشكل نهائيا، ندوزها لكم معايا واجي عندي مرحبا بك اختي نعطيها لك، هادشي اللي تساليني. وبالنسبه اللي بغات دوز لي كوموند
في سلا، انا كنأكد تكون ساكنه في سلا، يعني ما يمكنش غندي بلاصه ولا هي تدي بلاصه الا كنتي ساكنه في سلا وما كتعرفي حتى شي واحد كيدير هذا الشيء ديال شيئين وما كتعرف حتى شي واحد وبغيتي حتى انتيا تشري من شيئين، مرحبا بك عندي في الانستغرام، غنخلي لك في صندوق الوصف اولا دخلي الانستغرام ديري عالم نادية ام اسيل راه غنطلع لك وصيفط لي ميساج في الانستغرام قولي اختي انا راه بغيت شيئين غنتواصل معاك غنعطيك التليفون ديالي واجي عندي اختي مرحبا بك دوزي ديك الساعه صيفط لي لي كوموند اللي بغيتي التصاورات اللي بغيتي وندوزهم لك وملي يجيو ان شاء الله جدي حويجاتك. هادشي ما تساليني ممغزله ديالي غتكون هادي هي نهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وبارطاجيو الفيديو باش هاكي يشوفوا البنات ويستافدوا حتى هما وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد ومع السلامه وصباحكم مبروك.